ضرب منتخب الأرجنتين موعدا ناريا مع منتخب هولندا بعد تأهلهما إلى الدور الثمانية. حققت الأرجنتين فوزا صعبا على منتخب أستراليا بهدفين مقابل هدف في المباراة الألف بتاريخ ميسي، حيث سجل هدفه التاسع في المونديال متفوقا على الراحل دييغو مارادونا، بينما انتصرت هولندا على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.